في هذه الفقرة ينضم إلينا ضيف لنتحدث حول كثير من القضايا التي تهم الشباب. يعني دائما لما يكون هناك حديث عن الشباب في واحدة من العبارات أن الشباب هم معاول البناء، لكن عاوزين شوية نوسع المعون، يعني يبقوا معاول البناء ويعني أيضا قادة الفكر. يمكن للشباب أن يكون لهم دور كبير في التخطيط، سواء كان تخطيط العادة أو تخطيط الاستراتيجي. يمكن أن ينتجوا عدد من الأفكار المواكبة قد تحل مشكلات كبيرة يعني يعاني منها السودان. الفكرة الأساسية استنهاض دور الشباب، تحفيزهم وإفراد مساحة لهم ليعملوا فيها، ليخوضوا فيها تجربتهم. نتحدث حول كل هذه المحاور وغيرها مع البشمهندس طارق بابكر، عضو اللجنة التأسيسية لحزب حركة المستقبل الإصلاح والتنمية. بشمهندس صباح الخير، مرحبا في قناة الشروق. صباح النور ومرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدي قناة الشروق الفضائية. تحية لك وصباح الخير. والشباب هم طبعا شعلة التغيير، وبنلقى أنه عندهم إسهام كبير جدا في المرحلة السابقة وفي المقبلة. بالتأكيد نتحدث عن دور الشباب في يعني للقادم للعهد الجديد وخطط الاستراتيجية للبلاد. الشباب هم عماد التغيير، والشباب هم مستقبل البلاد ومستقبل الأمة. ومتى ما صلح الشباب صلح بناء المستقبل وصلح تغيير الحاضر. الشباب هي مرحلة عمرية ما بين نشء جديد متقدم في السن وما بين المرحلة العمرية المتقدمة في السن التي تعنى بالحكمة، فهو جيل خليط ما بين هذه الأجيال، يقدر أنه يستطيع أنه يعبر عن كل الأجيال دي مجتمعة، ويستطيع أنه يقود لما عنده من طاقة وحيوية وقوة في أنه يغير مجتمعه، يغير واقعه ويصنع مستقبل أفضل بإذن الله. بشمهندس، نتحدث عن السياسيين، وإحنا في مرحلة من تاريخ السودان يعني تعتبر إلى حد كبير هي مرحلة سياسية. يعني هل يستوعب كل السياسيين قضايا الشباب وقادرين على أنه يعبروا عنها بشكل جيد، أم يتعامل السياسيون مع الشباب حتى الآن بفكرة الاستقطاب فقط؟ يعني هو في الحقيقة إحنا الآن كشباب مؤسسين لحزب المستقبل للإصلاح والتنمية لم نجد من الأحزاب السياسية إنها فعلا بتعبر عننا كشباب، عشان كده لجأنا لأنه نكون حزب جديد هو حزب المستقبل للإصلاح والتنمية. ما وجدنا في كل الأحزاب السياسية على مر التاريخ السوداني، إحنا استدركنا كل التاريخ من الاستغلال وحتى اللحظة وحتى اليوم، مرورا بكل الأنظمة السياسية والتيارات المختلفة. الشباب كانوا بيمثلوا محور بتاع انه هو الناخب اللي بيقاد للتصويت فقط لا غير، لكن تطلعاته واماله في القياده ما كانت بتلقى مساحتها الكافيه داخل الاحزاب السياسيه، ولا رؤاه هو ذاته الشبابيه لمساحات الشباب ومنظمات العمل التطوعي اللي بيقودها في المجتمع ما بيلقاها متجسده ومتاحه لها مساحات كافيه داخل الاحزاب السياسيه. ده اللي خلانا ودفعنا انه احنا نلجا لتكوين تجربه جديده، تجربه شبابيه تماما تعنى بالقياده الشبابيه وتعنى بتقديم الكفاءات الشبابية، وبدأنا فعلا في تقديم تصورات ورؤى لإتاحة الفرص للشباب السوداني حتى يتقدم الصفوف ويقود بلده وينهض بها. لكن صحيح ده صحيح كان في عزوف للشباب السوداني عن الممارسة السياسية عموما، لكن ما شهدته متغيرات الشهور الماضية ومتغيرات الثورة السودانية ومتغيرات الحراك كله كان على رأسه هو الشباب السوداني والشابات السودانيات. لكن بشمهندس ده ما بيقودنا للجدلية بتاعت الفكرة والخبرة. يعني البعض بيعتقد انه الشباب دي ما عندهم خبرة حياتية كبيرة يعني خصوصا في العمل السياسي، بس كده هم ما بيكونوا دائما في كابينة القيادة. يعني هل وجهة النظر دي صحيحة وبتتفق معها، ولا هي خاطئة في دفعات؟ بفتكر انها خاطئة، لانه الخبرة جزء كبير منها انها بتتكون بصورة تراكمية بتاعت ممارسة عملية. فما لم تتاح الفرصة دي للأجيال التي تقدمت الآن وفاقت سن الشباب ولا تزال تستمسك بالقيادة، ما أخذوا المساحة دي إلا لأنه لما كانوا في مرحلة الشباب العمرية أخذوا مساحات وكونوا تجربة فيها خبرات تراكمية مقدرة. يعني صحيح، حتى يعني في العالم الخارجي بنرى إنه الشباب هم أكبر المراكز القيادية هي فيها شباب. يعني فلا بد من إنه إحنا إذا قلنا للشباب هم شعلة التغيير، هم مستقبل البلاد، وما عندهم أدوار في الأحزاب السياسية، لا بد من تحديد خطة استراتيجية عشان يكون هم لهم أدوار في الأحزاب السياسية. كيف ترى الخطة القادمة بالنسبة للشباب عشان يكونوا هم داخل الأحزاب السياسية؟ نحن قدمنا طرح مختلف عن كل الأحزاب السودانية في على مر التاريخ السياسي السوداني الآن، وقدمنا تصور جديد إنه الدولة الآن يقاد الدور القيادي للمجتمع دور رئيسي جدا فيها.
ولما نقول الدور القيادي للمجتمع معناها قيادة المجتمع بطبيعة الحال لابد يكون عصبة والضلع الأكبر فيها هم شباب المجتمع. نعم. فهو ده دور قيادي للمجتمع أنه هو يقود بدل عن أنه تقود نخب سياسية وتقود أحزاب سياسية. فإحنا الآن بنطرح حزب سياسي يفتح أبوابه للمجتمع ولشباب المجتمع حتى يقود المجتمع نفسه، يقود المجتمع دولته وشعبه وبشباب السودان. لكن كيف نطرح الثقة؟ يعني الناس دائما محتاجة لثقة الشباب في الأماكن المختلفة عشان يدوم القيادة ويدوم الريادة، طالما إنه هم سعوا للتغيير في 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 الثورة السودانية، هم كانوا أساس لهذا التغيير. صحيح، الثقة بتجي بإتاحة الفرص الكافية لهم لإبراز إمكانياتهم ومقدراتهم. الشباب الآن تعرض لأنه صار صاحب تجربة واكتساب معرفة تقني عالي جدا من الحداثة والتطور التقني والتكنولوجي في كل المجالات المهنية، فصار بهذه المعرفة المتاحة عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي والمعرفة والتقني وكل الوسائل الإلكترونية الحديثة المتاحة، صارت متاحة له فرص للمعرفة وللإمكانية لاكتساب الخبرات حتى أنه يبرزها ويقدمها في مجتمعه بصورة أكبر من كل الأجيال السابقة. نحن الآن طارحين انه نستوعب الشباب في شكل جديد من حتى الاحزاب السياسيه. صح. انه يفرض غير مساله امانات وقطاعات اللي بتشكل داخل الاحزاب بصورتها التاريخيه التقليديه، تطرح مساحات جديده. والان نحن وجزء بسيط من الاحزاب الجديده اللي تكونت هي الاحزاب البرامجيه اللي بتتيح نموذج لحكومات شبابيه موازيه عسى ولعل انها تستوعب طاقات الشباب بمجالاتهم المهنيه العلميه ويسهموا في بناء الدولة بتخصصية وفي مجالات مقدرة، وكذلك بنفرد مساحة كبيرة جدا طبعا لملف التدريب والتأهيل عسى ولعل انه نطور كفاءة الشباب السوداني بابتعاثهم الكادر البشري. صحيح، لتطوير الكادر البشري قضايا ملحة، يعني التدريب والتأهيل والتعليم والهجرة والبطالة، دي الشباب عندهم مشكلات كثيرة في السودان، لكن خلينا لو قدمنا دي قلنا دي اهم القضايا، يعني شنو تفتكر ممكن يكون طريقة حلها او عشان يحصل فيها اختراق؟ احنا على مر التاريخ السوداني كسلانين شويه كده في الموضوع ده، يعني ما قدمنا حلول ناجعه بشكل كبير. صحيح، لكن الان المرحله متغيره تماما. عنفوان الشباب الان اللي انجز التغيير في الحراك الاخير والان بيحرص في التغيير مما بعد الحراك الاخير وبيحرص في منجزاته في التغيير اللي انجز الشباب من خلال تدافعهم في منظمات الاحياء وفي لجان مختلفه وفي تجمعات مختلفه، هو الان الشباب ده حارس قضته وهم وطنه بصوره كبيره. الشباب السوداني لابد ان احنا نثق فيه ثقه كافيه جدا انه هو قدر التغيير. انا بدي مثال عليه حتى انه على مستوى الطاقه الانتاجيه اللي بيقدم الشباب السوداني. صحيح. نحن بنقول انه في مناطق التعدين الاهلي في 3 مليون بطبيعه الحال لابد يكونوا شباب سوداني، لانهم بينحتوا الصخور بتحت الارض السودانيه بحثاً عن الموارد وبحثاً عن وضع معيشي افضل، فبالتالي دي ضغوط بتاع العمل لا تتحمل الا الفئات العمريه الشابه، ومتى ما اتحت لها ممكن تنهض ببلده وبموارد بلده بقوانين منظمه. عشان كده لابد انه الدوله تتيح القوانين اللي بتنظم انها ترعى الشباب، ترعى ابداعهم في كل المجالات المختلفه. طب القطاعات دي ذات الدوله تتحرك فيها كيف؟ لانه يعني جزء من الاشكالات دي اذا كانت مساله البطاله لها علاقه بالاقتصاد، يعني مساله الهجره ايضا ممكن يكون لها علاقه بالاقتصاد، التعليم موازنه عشان يكون في ميزانيه تعليم محترمه برضه لها علاقه بالاقتصاد. كيف الدوله برضه يكون عندها اسهام في تحل القضايا دي بعد ذاك تلقائيا اشكالات الشباب ممكن تتحل؟ يعني فتح ابواب الحوار واسع امام انها تسمع اراء الشباب السوداني، فتح ابواب الاتصال والتواصل بين كل المسؤولين في الدوله السودانيه وبين الشباب السوداني باللقاءات المباشره بالندوات المباشره باللقاءات المفتوحه بالقطاعات المتخصصه من الشباب السوداني. الرؤى الشبابيه ممكن تغير كثير في واقع الدوله السودانيه اذا وجدت الوزن الساقيه واذا وجدت القوانين الميسره لانها تستوعب كل رغباتهم في التغيير. نحن الان بنطرح رؤيه لاصلاح شكل الحكم في السودان، بنطرح رؤيه جديده لشكل الانتخاب في السودان، لشكل انتخاب رئيس وزراء من الشباب السوداني، وده كلها مطلوبات عندها فيها تغيير حتى في سن التشريعات اللازمه لاتاحه الفرص دي للشباب السوداني، عسى انها ما تكون عائق في سبيل ان الشباب السوداني يتقدم الصفوف. وشكل التغيير ده كله دي كلها رؤى شبابيه، لو ما وجدت استماع وترجمه في شكل تشريعات ما حترى مصير للنفاذ والتنفيذ. إذن احنا يعني بصدد تأسيس منابر لمناقشة قضايا الشباب وقضايا المجتمع،
خصوصا في الفترة اللي فاتت انه الشباب كان مضغوط جدا، يعني الشباب بتخرجوا من الجامعات ما بيلقوا وظائف، ما بيلقوا مساحات عشان يتكلموا فيها بحرية. احنا في مرحلة شفافية، في مرحلة تغيير، في مرحلة الحكومة الانتقالية، محتاجين لإيجاد منابر مهمة للشباب عشان يتحدثوا من خلالها، حتى لو كانت منابر يعني في مثلا إذا كانت في الأحياء الشعبية، منابر في الجامعات، منابر في حتى لو كان المساجد، يعني استخدام المنبر استخدام صحيح لإشراك المجتمع والتشاور في القضايا، يمكن ده في النهاية بيغير المجتمع بصورة إيجابية. صحيح تماما، عشان كده برضو إحنا بنصر إنه كل الأشكال اللي أنت ذكرتيها هدية هي أشكال للحوار، والحوار لابد إنه يكون منهج بتاع حياة متكامل لكل قضايانا الاجتماعية الاقتصادية السياسية، والحوار هو محاورة الشباب والاستماع لرؤاهم في كل الجوانب. الحوار منهج متكامل، يعني الحوار ده نهج بيعزز عندنا التسامح، بيعزز مننا انه احنا نصل للرؤى الامثل لاداره بلادنا واداره مواردنا، بيعزز عندنا الحوار انه احنا كيف نصل لشكل الحكم الامثل، بيعزز عندنا كيف انه احنا نصل لما توصلنا له، وطرحا ان احنا الان من دوله القانون ودوله السياده والدوله المدنيه في مقابل مدنيه الدوله لاصحاح المفهوم، لأن طيلة التاريخ السوداني هو انقلابات عسكرية وتحقب انتفاضات وثورات شعبية، كذلك دي كلها ما بتجي إلا بالحوار والتحاور على أنه تبرز الأفكار الناضجة والرؤى الناضجة. إضافة لكذا يعني محاربة المشككين عبر السوشيال ميديا والمنتفعين، الحوارات المختلفة ممكن يقيموها الشباب، الناس ما تلتفت للحاجات دي، كيف الواحد يحارب برضو المنتفعين والمتشككين والمتربصين بالشباب؟ الحوار، الحوار هو حل كل القضايا، والحوار ثم الحوار، الحوار برضو مدخل للتسامح واللي احنا بننشده، مدخل ومدخل للتسامح، مدخل والتسامح مدخل للسلام، والسلام مدخل للوحدة الوطنية، ومدخل لهوية جامعة تعبر عننا كلنا كسودانيين بصورة موحدة وتحترم التنوع الموجود في الداخل، بتبعد الاحتراب، بتبعد الخلافات والتشكيك والمنتفعين والتشرذم. احنا دايرين مجتمع متكامل، يعني احنا دايرين الحكومة عندها دور والمعارضة عندها دور والمواطن عنده دور، كلنا نكون بنسهم في قيادة الدولة بالدور القيادي للمجتمع. واحدة من أهم مبادئنا طبعا إحنا في حزب المستقبل للإصلاح والتنمية هي الكرامة الإنسانية، ودي داير حولها كل تفكيرنا وهمومنا وتطلعاتنا. ولما نقول الكرامة الإنسانية معناها إنه إحنا بنتحدث عن نقول يعني مكافحة الفقر، وعشان نقول مكافحة الفقر حنتحدث عن البطالة ومعدلاتها وإيجاد فرص وظائف، وحنقول محاربة انعدام التعليم أو ازدياد معدلات الأمية. فبالتالي برضو إحنا طارحين إنه من واجبات الدولة فتح ملف الصحة، إحنا طارحين الآن إنه الدولة تدخل طيلة الفترة الماضية، طيلة الأنظمة السابقة بدءا من الاستغلال حتى النظام الأخير، النظام السابق كانت بتولي اهتمامات مغايرة للتعليم والصحة، في حين إنه ده الدور الأساسي المطلوب من الدولة الآن إنها تعير اهتمام أكبر بملف التعليم، ويكون مجاني، ويكون التعليم العام، يكون التعليم الخاص مدعاة مش للمميز الطبقية بين ذوي المقدرة المالية، إنما يكون هو نوع من الرفاهية الزايدة، لكن توفر إمكانيات عالية جدا في التعليم العام ومجانية، وكذلك الصحة المستشفيات المركزية تعود لبريقة ومجدها الأول. يعني باشمهندس ده كلام مهم، يعني لما نتكلم عن الحلول السياسية أو يعني كل الإشكالات اللي كانت بتواجه السودان في الفترات السابقة وفي فترة النظام السابق، الحل اللي كان بيقدموه السياسيين كانت بتوصف بأنه حلول نخبوية أو صفوية، يعني منو الصوت عالي في الناس دي اللي احنا نرضيه ويسكت، يعني منو الناس الصوت عالي في جهة ما، منو الإقليم اللي خرج ليتمرد، منو يعني الحلول النخبوية والصفوية دي، حتى مش على مستوى الحركات الكفاح المسلح فقط، حتى على مستوى المثقفين، يعني برزت فكرة النخبة النيلية وكثير من الإشكالات دي، احنا كيف نفتفتها، كيف نحلها، كيف برضو ننتهج نهج جديد في تقدمة الحلول والإشكالات اللي بتمر بالسودان تستوعب الجميع بكل أشكالهم المختلفة وثقافاتهم وعراقهم وألوانهم. يعني إحنا تعمقنا في هذا الموضوع بحثا، يعني بأنه صحيح طيلة الفترات السابقة وطيلة فترات الكفاح المسلحة والتمرد والخروج على سلطة الدولة كانت بتعالج بالمحاصصات المبنية على المحاصصة تحت المواقع التنفيذية والموارد المتاحة، لكن ما كانت بتنال حظها الكافي من التعمق في بحث عن الحلول حقيقية تستوعب المكونات الثقافية دي بالاختلافات بتاعتها ويكون عندها وجود
بحيث انه حتى الغالبيه في بعض الحقوق الاساسيه ما تقدر تاثر عليها في حقوق الاقليات المختلفه. نعم. عشان كده تحدثنا تماما عن انه احنا لابد انه تدار الدوله فعلا بنهج الحكم اللامركزي. كل مواطن في ولايه يقدر انه يلقى نفسه في حكم ولايته، في اداره موارده، وفي اداره سلطته، في التعبير عن قضاياه وعن قضايا مجتمعه. تحدثنا عن البلوراليزم بحيث انها هي تدينا مكون صح جامع نتفاخر به وكلنا، ونكتفي بانه انا سوداني تكون جامعه بالنسبه لنا هي مدعاه التفاخر، لكن تحترم في داخل التكون المتنوع بتاع الثقافات المحليه كلها. الافكار دي قابله للتنفيذ يا باشمهندس؟ يعني بعد ال 30 سنه اللي تغيرت فيها كثير جدا من المفاهيم، اللي شيء بالتاكيد مفاهيم مغلوطه لكن اصبحت من الثوابت في المجتمع السوداني. والحقيقة نحن دارين نخوض التحدي. إحنا ما بنقول لو ما قابلة للتنفيذ إحنا ما حنقدر، ما حنكون نعلن الآن استعدادنا لخوض التحدي. واحدة برضو من الحاجات اللي إحنا بنقوله إنه إحنا طارحين نفسنا بديل للتجارب السياسية كلها. ليه؟ لأنه ما لقينا نفسنا فيها، لأنها تجارب سياسية بتقدم وعود ما قابلة للتطبيق. نحن الآن بنقدم وعود حنزعى على تطبيقها، نطلب من الشعب السوداني انه يحاكمنا عليها بدءا من التصريح بها وصولا لتطبيقها. لو حدنا عنها فهو السلطه عنده، السلطه عند المجتمع السوداني. لكن ده بيحتاج وعي. احنا بنتكلم عن يعني المجتمع السوداني في فتره من الفترات كان مؤدلج، كان مدجن، يعني سياسات كثيره جدا قمعيه مورست فيه ومررت يعني بطرق غيرت طريقه التفكير وغيرت تعامله مع الواقع، غيرت جزء من ثوابته هو نفسه يعني. سار عليها، والشعب السوداني شعب يسور دائما على اي استبداد واي طغيان يحصل. شعب يرفض، كما نرفض الان احنا بننتهج الديمقراطيه التعدديه، نرفض اي تسلط على الشعب السوداني، نرفض اي تسلط باسم الشعب السوداني لفرض قناعاته وموروثات محدده على الشعب السوداني. احنا الشعب السوداني ياخذ مساحته الكامله ويصنع مؤسسات الدوله اللي بيحددها هو بدستور صنع الجمهور، دستور يصنع الشعب السوداني تماما بعيدا عن انه تفرض عليه من احزاب محدده. طارحين نفسنا الان حزب برامجي، وبالتالي لغه الاحزاب البرامجيه ما كانت موجوده في كل التاريخ السياسي السوداني، انما موجوده الاحزاب اللي انت ذكرتها، الاحزاب الايديولوجيه بتاعت الاصطفاف ذو الصراع الصفري الحاد والممتد والمتجدد يعني، واللي ما من مصلحه المواطن السوداني في لقمه عيشه ولا اهتماماته في حاجه. الاصطفاف يمين ويسار. احنا يعني في المرحله الجايه نبعد عن الصراعات عموما، لانه احنا في مرحله التغيير، في مرحله التنميه. وفي واحدة من الأحيان تكلمنا عن الكادر البشري وتدريبه، وتكلمنا عن الصحة والتعليم، لكن في بعض الأماكن في ولايات السودان المختلفة جاء منها شباب أثناء دعوة لمليونيات وغيرها. حظ الولايات وحظ الأطراف السودانية البعيدة في التنمية في الفترة القادمة، ودور الشباب في إسهام التنمية في تلك المناطق أو في الأطراف السودانية. نحن تماما واحدة من قضايانا المركزية هي العدالة الاجتماعية. لما نقول العدالة الاجتماعية احنا دارين ننهي جدلية مركز وهامش، ونحن سعينا الآن لأنه كل الهوامش المسمى هوامش تبقى مراكز في مقابل المركز المسمى مركز، يعني في عدالة تنموية متوازنة. نحن مع تفتيت تمركز الثروات تماما كحزب، بنرفض تمركز الثروات، بنرفض النظرة بتاعت دعم الرأسمالية بصورة مختلفة، إنما تفتيت الثروات لدعم المواطن البسيط. يعني نحن حننتهج او بندعو للسياسات اللي بتنتهج انها طوال تنزل للمواطن البسيط في شكل تكافل، في شكل شبكات التامين الطبي الممتده اللي بتدعمها الدوله، في شكل كل الانظمه اللي بتنزل للمواطن البسيط تحت. بالنسبه لنا للولايات نحن بدينا حملتنا من الولايات. شنو بساندكم في الحملات دي؟ لان هي طبعا حملات محتاجه ل يعني مجهود، وهو نفير يعني بالتاكيد. هو صحيح، لكن لما نقول نحن شباب، الشباب ما قاعد يحتاج مسانده بقدر ما انه بيدفع دفع ذاتي بنفسه وبامكانياته وبطاقته وبزمنه وبوقته وبكل امكانياته. بدينا بكل ولايات السودان عشان يكونوا جزء معانا في بناء المنظومه السياسيه الجديده، وعشان نسمع رؤاهم فعلا، وعشان نعبر عن قضاياهم. انا لما بقول انه الاحزاب السياسيه طيله التاريخ ما قاعده تعبر حقيقه عن معاش الناس ولقمة العيش بقدر ما بتعبر عن آلية وصولها للسلطة والمحاصصات المختلفة. صح. طارحين طرح جديد يعبر عن احتياج المواطن الأساسي وحقوقه الأساسية. نعم. طارحين طرح بينتج ولايات متخصصة، ولاية في الزراعة، ولاية في الصناعة، ولاية في السياحة، ولايات متخصصة تماما تقدم لها الدعم المطلوب في مجاله. يعني الصناعة بتحتاج لكهرباء، مصانع مخفضة، فبالتالي بننصح بانها تنتقل مثلا لوحده من الولايات زي الولايه الشماليه مثلا، بتستوعب انسان المنطقه وبتخلق تنميه عمرانيه في المنطقه وبتطور المنطقه. ده جزء من التفكير، بيعتبر تفكير متقدم جدا يعني. ظلوا في ناس كتار بينادوا به، ولكن هذه سياسات لم ترى النور، لم تنزل على ارض الواقع. اتمنى انها فعلا تتنفذ
وكل ما ذكرته الآن حول الشباب وكيف يمكن للشباب السوداني أنه يخوض تجربته حقيقة ويقدم هذه التجربة يكون رائد وقائد في مجالات كثيرة، أتمنى أنه يجد أذن صاغية. باشمهندس طارق بابكر، عضو اللجنة التأسيسية لحزب حركة المستقبل لإصلاح التنمية، شكرا جزيلا تخيرك. شكرا جزيلا لكم ولكل المشاهدين. شكرا لك وكل المتابعين المتواصلين معنا. انتهت ساعتنا الأولى، حنبدأ الساعة الثانية من بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.